تهدف لتحقيق الفوز الثالث حتى الآن. أما شباب قسنطينة فيسعى للانتصار الرابع أو على الأقل تفادي الهزيمة الرابعة بحكم سفره إلى مدينة إشلف. مباراة عرفت إثارة كبيرة وفي المقابل فرصا قليلة من الجانبين. الفريق المحلي حاول أن يصل إلى المرمى لكن بدون نتيجة، وهذه واحدة من المحاولات عن طريق جهل. زاوي عاش ضغطا كبيرا في هذه المباراة بحكم قيمة ومستوى وسمعة المنافس الذي كان أحسن في عموم المباراة خاصة في مرحلتها الأولى، وكانت له هذه الفرصة عن طريق بدبودة. الشوط الأول انتهى كما بدأ بتعادل فريقين. الشوط الثاني أول وأخطر فرصة كانت فرصة الهدف عن طريق عبيد الذي سجل الهدف الأول لشباب قسنطينة في الدقيقة 36. فريق جمعية شلف رمى بكل ثقله وكان له ما أراد، حيث تمكن من معادلة النتيجة عن طريق اللعب بن قابلية في الدقيقة الرابعة من الوقت البديل. التعادل هذا هو الثالث لجمعية شلف والرابع لشباب قسنطين.